واليكسيس يعمل في دور ممتاز، والان الدفاع عن طريق الرصاصي والكره خطيره والتسديده والعارضه والعارضه والدفاع تبعد الكره على خط النادي الافريقي. ترجع الكره ويقول هدف المساعد. ماذا قال؟ ماذا قال المساعد؟ مش معقول. ماذا قال المساعد؟ سنرى اللقطه. المساعد ماذا قرر؟ هذه الكره وهذه الضربه وهذه التسديده وهذه الكره، هذه الكره كانت قذيفة قوية جدا. التسديدة من المغرب الفاسي، كرة ترتتم بالعارضة وهنا وين طاحت الكرة، هل طاحت بكل محيطها ولا فما جزء من الكرة صحيح داخل وراء خط المرمى، لكن يلزم كلها. لا أدري القرار حقيقة، الكلكم على أعصابكم والكلنا على أعصابنا. لا ندري ماذا قرر دياتا. الأمور هدأت، رجعت الإفريقي، مرت سلامات وإلا لانفجر البركان للأفراح المأساوية. نعم مرت سليمة، مرت سليمة يا رصاصي، لا تتعثر مرة أخرى، لا تتعثر أرجوك مرة أخرى. مرت سليمة، مرت سليمة. هذه الكرة، هذه الكرات اللي ممكن الفيفا مطالبة الحقيقة أنها تستعمل التكنولوجيا والفيديو. هنا طبعا هذا يحجب عليه الرؤية، يعني هذه الكرة طبعا محاولة البريسيون، ضغط من الجمهور الفاسي ومن اللاعبين على الحكم لتأشيرة الهدف، وهذا طبيعي جدا. لو كان النادي الافريقي كان يعمل نفس الشيء في ركلة الجزاء اللي حاولوا يكلموا الحكم. مرت سليمة، مرت سليمة. ارقد دقيقة أخرى يا بن أيوب لأنهم هاجوا، والكرة ترجع. شوف الكرة، شوف الكرة.